بنوصل لوطن ام تي في مشاهدينا، ومثل ما بتعرفوا بعد شهر رمضان المبارك رجعنا لبرامجنا المعتاده. منا كثير منكم كانوا يتابعوها قبل هالشهر الفضيل، رجعت على شاشتنا، ومنا كمان برامج ومسلسلات جديده. من الاثنين للجمعه الساعه 6 المساء، والاحد الساعه 7 الا ربع المساء انتم عم بتتابعوا معنا حلقات جديده من الدراما الاجتماعيه عشق النساء، اللي بتحكي مسلسل درامي بيحكي قصه اربع نساء، كل وحده منهم عندها قصه مميزه اكيد بتجسد قضيه او قصه عم بتصير بمجتمعنا. القصه من كتابه منى طايع واخراج فيليب اسمر، ومن بطوله عدد من ابرز وجوه الشاشه اللبنانيه والعربيه. خلينا نشوف هالمشهد من عشق النساء. طلع شفته؟ هو للشوفة شفته، بس أنا شو بأكد لي إنك عم تاخذ الحبة المضبوطة؟ ولو ما شلت قدامك من العلبة. لا، حملتيها وقلتي لي شفتها؟ عن جد؟ أنا ما بتوثق فيي؟ لو عم خطط أحبل ما كنت أصلاً روحت. ما أنت المرة الماضية ما كنت عم بتخططي، نسيتي؟ إذا هالمرة نسيت العذاب اللي تعذبته قبل بمرة بذكرني. على كل حال أنا مصدق، عم بمزح، بس صدقيني مش فاضي بهالأيام، راسي مطوش بغير محل، عم بقدم فحوصاتي وشغلي بالجامعة وعم بحضر حالي للسفر. أوكي، إذا هيك صارت لا تجوز رجال غيرك لكن. ما حزرتي، لأنه أنا دغري متجوز مال غيرك. استرجي. شو بتعمل؟ بقتلك. نامي نامي، ايش تضيعي لي وقتي؟ باب، إذا عن جد بتخوني بقتلك. ممكن؟ هون شفنا وسام، حنا ونادين نسيب نجيم بوحده من القصص، قصه امل اللي مغرومه لدرجه الجنون بزوجها بوب، وضحت كثير بحياتها كرماله، كان هدفها انها تصبح طبيبه مشهوره، ولكن استغنت عن هالحلم حتى تكون ممرضه وتبقى حده وتدعمه هو بمسيرته وبمهنته. ولكن هل هو راح يبادلها نفس الوفاء؟ بيبقى انه تابعوا معنا حلقات جديده من عشق النساء الساعه 6 المساء الليلي على الام تي في، الليلة الساعة 7 الا ربع المساء. اما بعد الاخبار مشاهدينا، بيرجع سمير يوسف بموسم جديد من عاطل عن الحرية، وحلقة الليلة بتدخلنا على السجون اللبنانية حتى نعيش معه قصة ادمان. خلينا نشوف هالمشهد. صار بده ينزلني على السهرات ويشغلني ويطلعني مع زبونات كرمال يطلع مصاري. رحت من اوسخ لاوسخ، وانا بحبه عامل له كل اللي بده اياه. واطلع حلا البقعه كمان اعمل له اللي بده اياه، يجيب له مخدرات على طول، انه هو ما ينقطع من المخدرات يتعاطى معي. صرت انزل على السهرات انا كمان ارقص واقعد اعمل اشياء، طول بنت عمرها 30 سنه طلع مصاري اعطيهم مشان هو يضل راضي. اكيد تعرف امي وتردني على البيت ورجع اهرب من البيت. اني كنت لاقي بي قدامي ما كنت لاقي. قصة مؤثرة منتعرف عليها الليلة بحلقة جديدة من عاطل عن الحرية مع سمير يوسف، كوني على الموعد. أما هلأ مشاهدينا رح ناخد بريك قصير، ومن بعده منرجع لمسيو جورمي اللي رح يعرفنا على شيء كلنا أو كتار بحبوه بالصيف، شيء لذيذ طيب وببورد. شو هو؟ نكتشف سوا بعد هالبريك.